ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، صدق الله العظيم. من عظمة القرآن الكريم وإعجازه أن كل ذي فن أو اتجاه خاص يجد ما يلائم فنه. وقد تحدث الدكتور جمال ماضي أبو العزايم رئيس الاتحاد العام للصحة النفسية عن إعجاز القرآن الكريم في ميدان الطب النفسي وتكوين الجهاز العصبي. إن الإسلام دين متكامل شامل، لم يترك صغيرة ولا كبيرة من أمور الدنيا إلا وعالجها معالجة حكيمة. إنه هدية الله للإنسانية جميعا، وبه تصح الأجسام وتطمئن النفوس وتستقر العقول. أضع بين يدي المستمع بعض الحقائق عن الجهاز العصبي للإنسان: المعجزة الخالدة والجوهرة الساكنة فراغ الرأس، وجهاز الاستقبال والانفعال والإرسال، ويتكون من فصي المخ المحفوظين في تجويف الرأس والمتصلين ببلايين الاتصالات العصبية والتي تقدر بأكثر من 13 بليون خلية عصبية، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويأتي القرآن ويتحدث عن كل هذا الخلق العظيم بإجمال بالغ وتفصيل أروع، ويقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المتحدث والحق عز وجل الخالق والذي يعلم السر وأخفى، وهذه تمام المعرفة بذلك الخلق والإبداع الذي تم فيه وبالتدبير الذي نسق لإعاشته. إن سطح مخ الإنسان عبارة عن كتاب من بلايين الصفحات أو خلايا سجلت عليها أحداث حياة الإنسان، الذي يسجل فيه كل ما تؤثر به عن طريق النظر والسمع والشم والذوق وغير ذلك من أحاسيس الجد، مفصلة تفصيلا تاما وتسجيلا واعيا دقيقة. وينساب فوق هذا الكتاب مداد يلاصقه ويجري فيه شعيرات حبل الوريد، ولا يعمل إلا بطاقة عليا هي التي تسيره وهي التي تحفظه، ولولاها ما قامت عملية التسجيل لما احتفظ الإنسان في مركزه بتاريخه ولما يتأثر به في كل وقت من حياته. ويتضح من ذلك أن هناك حقيقة كتاب، وهناك حقيقة طاقة عليا تشرف على هذا الكتاب. وهنا يوضح التفسير الحقيقة التشريحية، ونرى إعجاز الخالق العظيم الذي بدأ الآية ولقد خلقنا الإنسان، ثم بيّن ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم أوضح العقل الباحث الناظر بأمره في خبايا الكون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ثم أوضح كذلك أن الإنسان كتابا يخطه بنفسه في 13 بليون صفحة، ركبه ذلك الخالق العظيم في فصي مخه اليمين والشمال بقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الكتاب الذي يخطه الإنسان بنفسه معجزة الخالق الباهرة، ويدلك على ذلك قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وبقوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إلا ما تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبقوله يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وتحتفظ هذه الخلايا بكل المؤثرات التي تتأثر بها مدى الحياة ومنذ الولادة، وقد أثبت العلماء أن خلايا الذاكرة تحتفظ بأقدم الذكريات وبمعلومات بعد فترة الولادة. ولقد تمكن العلماء بتأثير العقاقير الكيميائية بعد حقنها في الدم، وبعد دقائق يبدأ الإنسان الذي حقن يسترجع إلى ذاكرته معلومات بعيدة حصلت له في الأيام الأولى من حياته، مما يدل على تسجيل كل حدث. وفي العمليات الجراحية الاستكشافية في المخ تمكن الجراحون من تحديد هذه الخلايا ومكانها، وأثبتوا حقيقة أنها تقوم بالتسجيل كل منها لحدث، وهذا هو كتاب أحداث الإنسان المرقوم الذي يشهد عليه ويسجل
يسجل كل ما يحصل منه في كل وقت من أوقات حياته، يسجل على صفحات الجهاز العصبي المركزي التي تديره قوة ملائكية عليا من أمر الله، إنه لا إعجاز في القلب وإعجاز قرآني في الوصف، فتعالى الله أحسن خالقين. لو نظرنا إلى ما أودعه الحق عز وجل في كتابه العظيم للصحة النفسية لوجدنا كنوزا وكنوزا وكنوزا. فائدة الصلاة من الناحية الجسمية والنفسية، فائدة الحج من الناحية الجسمية والنفسية، فائدة الصيام من الناحية الجسمية والنفسية، فائدة الزكاة من الناحية النفسية والجسمية، فائدة عقد القلب على توحيد كلمة الله أكبر. كل هذه المعاني هي وقاية من القلق والاكتئاب والمشاكل النفسية والغربة في الحياة والانتحار وأمراض المجتمع التي نعيش فيها. فوجب علينا أن نأخذ هذا المصل الواقي القوي الذي وضعه الحق عز وجل. ثم علق الدكتور